هتصلي الجمعة؟ اه. لسه بدري يا سيف على صلاة الجمعة. لا. انت عايز تصلي الجمعة؟ اه. طيب خلاص هنقوم انا وانت نروح نصلي الجمعة. اخ يا يلا بينا يا سيف. ايه؟ ايه ليه؟ اه تصلي الجمعة؟ اه. طيب يا حبيبي يلا عشان نصلي الجمعة. يلا حبيبي. طب نام ولا نروح نصلي الجمعة؟ تصلي الجمعة؟ اه. ماشي. سيف شوف سيف دوت ان هو صغير وانا بعلمه ان هو اول ما يسمع قران صلاه الجمعه يروح يصلي على طول. اول ما بيسمع يوم الجمعه القران الصبح قبل الصلاه سيف بيجي يصحيني يقول يلا عشان نصلي الجمعه. سيف عارف ان القران مرتبط بصلاه الجمعه فبيجي معايا يقول لي ايه، يقول انا عايز ايه، عايز اروح اصلي صلاه ايه الجمعه. شاطر يا سيف. ما تنسوش الاشتراك في القناه، ما تنسوش تدوسوا لايك المشاركه ونسخ الرابط، وعلموا اولادكم ان هو يرتبط بالقران ويعرف ان صلاه الجمعه تكون صلاه الجمعه دي مهمه عنده ان هو يروح يصلي فيها. وشكرا لكم وشكرا لدعمكم لنا. السلام عليكم ورحمه الله.